موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. قال ابن جرير رحمه الله: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال سألته يعني ابن زيد عن قول الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فقرأ حتى بلغ: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فقال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وظهر ونبع الإيمان نبع النفاق معه، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال فقالوا: يا رسول الله، لولا أننا نخاف هؤلاء القوم يعذبوننا ويفعلون لأسلمنا، ولكننا نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فكانوا يقولون ذلك له. فلما كان يوم بدر قام المشركون فقالوا: لا يتخلف عنا أحد إلا هدمنا داره واستبحنا ماله. فخرج أولئك الذين كانوا يقولون ذلك القول للنبي صلى الله عليه وسلم معهم، فقتل الطائفة منهم وأسر الطائفة. قال: فأما الذين قتلوا فهم الذين قال الله فيهم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وتتركوا هؤلاء الذين يستضعفونكم؟ أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم عذر الله أهل الصدق فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا يتوجهون له، لو خرجوا لهلكوا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم إقامتهم بين ظهري المشركين. فقال الذين أسروا: يا رسول الله، إنك تعلم أن كنا نأتيك فنشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأن هؤلاء القوم خرجنا معهم خوفا. فقال الله: يا أيها النبي، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا
يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم صنيعكم الذي صنعتم بخروجكم مع المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل خرجوا مع المشركين فأمكن منهم والله عليم حكيم. هذا القول من عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني يجمع الدرجات المتفاوتة. قد سبق أن بينا هذه الدرجات، فمن أقام في بلاد الكفر عاجزا عن إقامة الدين وهو قادر على أن يلحق بجمهرة المسلمين ليقيم الدين فهو آثم، فإن كان مع كونه يرتكب كفرا قولا أو فعلا فهو كافر، وليس هذا بإكراه، لأن من شروط الإكراه أن يكون عاجزا عن التخلص ولو الفرار. فهذا النوع الثاني أو المرتبة الثانية. وأما من كان مقيما هناك عاجزا عن الهجرة فهو معذور فيما يكره عليه، ومن كان مقيما هناك قادرا على إقامة الدين يؤدي واجبات الدين فلا تلزمه الهجرة، وهي مستحبة إلا إذا ترك واجبا أو فعل محرما. وأما من كان مقيما هناك للدعوة إلى الله أو إنقاذ مسلم من هلكة فإقامته هناك مشروعة مستحبة أو واجبة على حسب ما يؤدي للمسلمين. عن ابن عباس أنه قال: كنت أنا وأمي ممن عذر الله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، قال ابن عباس: أنا من المستضعفين، يعني كنت من المستضعفين. عن مجاهد: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قال: من قتل من ضعفاء كفار قريش يوم بدر. فثبت عن مجاهد وعن عكرمة أنهما قالوا في من قتل: فقتلوا ببدر كفارا، وقال هنا: من قتل من ضعفاء كفار قريش يوم بدر. هذا من أوضح الأدلة على أن السلف يرون من خرج محاربا للمسلمين في صف الكفار المعلنين بكفرهم فهو كافر. ليه بنقول المعلنين بكفرهم؟ لأن هناك بعض الكفار يعلنون الإسلام ويستبطنون الكفر، فيلتبس أمرهم على كثير من المسلمين فيكون معذورا بالجهل والتأويل، بالجهل بحالهم، كما قال ابن حزم رحمه الله: من لحق بدار الحرب والكفر مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد، إلى أن قال: وليس كذلك من سكن في طاعة الغالية كأهل مصر والقروان، يقصد الفاطميين، يعني الباطنية المسمون بالفاطميين. يقول: وليس كذلك من سكن في طاعة أهل الكفر من الغالية كأهل مصر والقروان، فإنهم وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفار إلا أنهم إلى الإسلام ينتسبون وإليه يدعون، وشعار الإسلام من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وغير ذلك هو الظاهر هناك على كل حال. فلذلك من كان في جيشهم لم يخرج
وهو لا يعلم حالهم لم يخرج من الملة. عن ابن عباس قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دبر صلاة الظهر: اللهم خلص الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وضعفة المسلمين من أيدي المشركين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. عن أكرمة: لا يستطيعون حيلة، قال نهوضا إلى المدينة، ولا يهتدون سبيلا طريقا إلى المدينة. عن مجاهد: ولا يهتدون سبيلا طريقا إلى المدينة. عن السدي: الحيلة المال، والسبيل الطريق إلى المدينة. أما قوله إن الذين توفاهم الملائكة ففيه وجهان: أحدهما أن يكون توفاهم في موضع نصب بمعنى المضي، لأن فعل منصوب في كل حال، والآخر أن يكون في موضع رفع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.